من جانب آخر، أكد الدكتور إبراهيم بن محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن جهود الصندوق الداعمة للمواطن البحريني بدأت منذ تأسيسه سواء في مجال التدريب أو التأهيل ليصبح البحريني الخيار الأول. تمكين من أهم أهداف توظيف البحرينيين وجعل البحريني هو الخيار الأفضل لسوق العمل. تمكين قدمت تقريبا ما يصل إلى أكثر من 183 ألف مواطن بحريني استفاد من التدريب، استفاد من دعم الأجور، استفاد من دعم زيادة الأجور، واستفاد من الشهادات الاحترافية. طبعا يعني مسائل الدعم وصلت، أو قصد الدعم وصل بكل برامج تمكين ما يزيد عن 100 مليون دينار خلال السنوات الماضية. طبعا هدف تمكين من الإيقاف الستة أسابيع اللي طرحناها عليكم في الصحافة وانتم على علم، إن احنا ندرس برامجنا بصورة أفضل ونرجع إلى هذه البرامج بحيث أن تخدم المواطن البحريني وتجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في القطاع الخاص، ونضع تحفيز كبير للقطاع الخاص لكي يختار البحريني.